الأردني عمان ومباراة المنتخب الأردني ونظيره من الأوروغواي ضمن ذهاب الملحق العالمي. الأردن أنهى تصفيات مجموعاته الآسيوية ثالثا ليتأهل لمواجهة الأوروغواي التي اكتفت باحتلال المركز الخامس في تصفيات أمريكا الجنوبية. مباراة ومباراة العودة في 20 من هذا الشهر. منتخب الأردن أكمل استعداداته بإجراء حصة تلعب الذي يستضيف اللقاء المرتقب. الأردن كان قد أجرى معسكرا إعداديا بالدوحة لعب خلاله مباراة ودية أمام نظيره الزامبي وكسبها بهدف. الأردن إذن يدخل المباراة وسط غياب عدد من لاعبيه بسبب الإيقاف أو الإصابة. لن تكون مباراة سهلة سواء هنا أو في أوروغواي. هناخد بالأسباب وعندنا القدرة إن احنا إن شاء الله إن احنا ندافع عن حظوظنا، عندنا القدرة إن احنا ندافع عن كرامة الكرة الأردنية والكرة العربية. وآن الأوان إن المنتخب الأردني إن هو يحاول يكافح على الوصول للمرة الأولى في لكأس العالم إن شاء الله، وده حق مشروع لينا. وزي ما قلت أوروغواي على الورق وعلى العالم هو بيرجح أوروغواي، ولكن الورق شيء وإن شاء الله الواقع في الملعب هيكون شيء تاني. وفي المقابل سيدخل